المشروب الوهمي بقى، مشروب الحوار زي ما بقول لك كده. المشروب ده تعمليه حضرتك لاي حاجه تقيله انت عاملاها، كبسه، شويه محشي، هم واخدين التلج ده اهو وحاطينه فين؟ في الخلاط. بعد كده نقوم حاطين عندنا شويه من شويه ميه ساقعه، هم واخد عندي شويه زهر نعناع، نعناع اخضر، في السكر مفيش اي حاجه عليه، هو ده وبس. جربيه مع الاكل كده وشوفي الموضوع هيبقى عامل ازاي. اقوم حاطط عندي الزبادي، لو واكلين خروف هيتهدف. ونبدا نشتغل. الزبادي بالنعناع بالتلج، طبعا هو مش بال يعني مش كل واحد ياخد الحجم ده، يعني هو مش عصير، خلي بالك. هو انا بقول لك حاجه للهضم، لاي حاجه تقيله حضرتك عندك وانت بتاكليها وخايفه من الحموضه، من القولون، عندك تعبان، الموضوع عندك صعب في الهضم، اعملي شويه الزبادي دول بالتلج وشوفي الموضوع هيبقى ماشي ازاي مع النعناع، هتلاقي الهضم معاك شغال زي الفل.